أهلا بكم، همزة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. تجرى الاستعدادات على قدم وساق للانتخابات المقبلة في غضون أيام قليلة، وهي انتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ القادم. هذه الانتخابات أعدت لها الهيئة الوطنية للانتخابات عدتها بشكل كامل من أجل الوصول لأفضل أداء في هذه المرحلة، وأيضا تحت إشراف قضائي وبتعاون مع منظمات خاصة بالتعاون الأهلي والمنظمات المنوط بها هذه المهمة. حديثنا عن الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ وطبيعة الاستعدادات التي تجري حاليا لها، وطبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وبالطبع المشاركة الانتخابية والجهود التي بذلت في هذا الإطار من أجل تحفيز هذا الاستحقاق الانتخابي بشكل إيجابي. دعونا نبدأ بالمشاركة بهذا التقرير حول موضوع انتخابات مجلس الشيوخ. دعونا بعد هذا التقرير نتجه إلى الحوار. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطيات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية في محيط اللجان الانتخابية، ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. كما يتضح من التقرير، اتخذت القوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية في الدولة لتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهة سيرها وأيضا خلوها من أي متاعب أو عراقيل. دعونا نتابع ما الذي يجري في الهيئة العليا للانتخابات الآن من خلال مراسلتنا هناك من مقر ندى إبراهيم. إليك ندى، حدثينا عن تفاصيل ما يجري الآن. نعم مجدة، تحياتي إليك وتحية لمشاهدي قناة نيل الأخبار. يعني بالفعل نحن هنا في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وكما تابعنا بالأمس انطلاق أول أيام انتخابات المصريين بالخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. يعني اليوم يعني
استكمال لتصويت المصريين بالخارج عبر البريد السريع لمنع توافد أو تكدس الناخبين خارج البلاد أمام القنصليات ومقار السفارات. يعني بالفعل هذه الانتخابات الهامة التي تجرى على مدار هذه الأيام، سوف نشهد الغد وبعد الغد الثلاثاء والأربعاء الانتخابات هنا في داخل مصر بجميع المحافظات تحت إشراف قضائي كامل. يعني استعدادات كبيرة وهامة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على أي استفسارات أو أي شكاوى من قبل المصريين بالخارج، وهذا بالطبع بالتواصل مع وزارتي الخارجية وأيضا وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. يعني فيما يتعلق بالانتخابات هنا في الداخل، أيضا الهيئة يعني نظمت غرف عمليات كاملة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الانتخابات لمتابعة سير هذه العملية لتسهيل على الناخبين. أيضا الهيئة وفرت جميع الوسائل الإلكترونية للتسهيل على الناخبين لمعرفة أماكن ومقار انتخاباتهم للتوجه إليها والإدلاء بأصواتهم، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني election.eg أو الخط الساخن 141 أو عن طريق رسائل قصيرة بالرقم القومي للمواطن عن طريق رقم 51 51. يعني فيما يتعلق أيضا بالإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة مع وزارة الداخلية أو القوات المسلحة خلال تأمين الانتخابات، أيضا هناك إجراءات مشددة لحماية الناخبين وأيضا المشرفين على الانتخابات من عدوى فيروس كورونا. جميع المقار ستكون معقمة بالكامل، هناك تجديد كبير لارتداء الكمامات والالتزام بمراقبة مراعاة المسافات الآمنة وعدم يعني تكدس أو زحام المواطنين أمام مقار الانتخابات أو الدوائر الانتخابية. ندى، اللجنة العليا للانتخابات ذكرت أنها أعدت دليلا إرشاديا لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يتضمن القواعد المنظمة لعمل المندوبين والوكلاء والمتابعين داخل اللجان. هل من معلومات عن طبيعة هذا الدليل وما يتضمنه من معلومات، مدى انتشاره، حصول المنوطين به عليه، ماذا لديك عن هذا الأمر؟ نعم، بالفعل الهيئة يعني ضمت دليل كامل كما ذكرتي لدليل انتخابات مجلس الشيوخ، وبالفعل شهدنا بالأمس مذكرة تعاون تم توقيعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد أبو الغيط لمتابعة سير العملية الانتخابية فيما يخص بعثة جامعة الدول العربية. يعني هذا الدليل بالطبع يعني منشور إلكترونيا على مواقع الهيئة election.eg كما ذكرت، وأيضا يعني مكلف به يعني بجميع الوزارات والهيئات المتعاونة مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال متابعة هذه الاستحقاق الهام انتخابات مجلس الشيوخ 2020. إليك مجد. أشكرك ندى إبراهيم مراسلة النيل، كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا لك على المتابعة، بالتأكيد سنعود لك من جديد. الهيئة الوطنية للانتخابات في الحقيقة أعدت عدتها بشكل جيد جدا، هي وكافة أجهزة الدولة من أجل الوصول لانتخابات سليمة 100%، تضمن من خلالها مشاركة إيجابية سهلة لكل من يشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي، وبوضوح وشفافية كاملة كما يظهر لنا من خلال وجود هذا الكتيب الذي يستطيع منه كل المتابعين معرفة أهم التفاصيل والمعلومات عن سير العملية الانتخابية. هذه المرحلة هي مرحلة هامة جدا في العملية الانتخابية، هي التعرف على خط سيرها وأيضا أهم ما يجب مراعاته في هذا الأمر. سنتعرض لدور المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الأهلي بشكل واضح جدا في هذه الحلقة في متابعة سير العملية الانتخابية وما هي طبيعة هذا الدور بشكل كامل في هذه المرحلة. و معنا عبر الهاتف
لاستكمال ما بدأته من حديث سيادة المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيادة المستشار. سيادة المستشار أنت معي؟ نعم. سيادة السفير أمجد عبد الغفار سمير سفير مصر في هولندا، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. الآن أستطيع سماع صوتك، عذرا إن كنت لم أسمعك من قبل. سيادة السفير، ماذا عن انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج حتى الآن لدى سيادتكم في هولندا؟ هو حقيقة العملية الانتخابية بتتم بكل يسر وسهولة بالتواصل مع القاهرة، مع الهيئة العليا للانتخابات، ومع وزارة الخارجية من حيث موقع البث التجريبي اللي قمنا به منذ أيام، ثم بدأ منذ أول أمس التشغيل، وأمس معالي السفير أستميحك عذرا أن ترفع صوتك قليلا. أوكي، يعني بدأنا من أمس عملية فتح الموقع الإلكتروني وأتحناه للناخبين الذي تم قاموا بتسجيل أسمائهم وقاموا بسحب بطاقات الاقتراع، وتمت المسألة بكل سهولة ويسر ودون أي عوائق، وما زلنا حتى اليوم أيضا الموقع متاح لمن سجلوا أسمائهم للدخول والتعرف على المرشحين وانتقاء من يرغبون في انتخابهم، وثم بعد ذلك يعني المجال مفتوح حتى يوم الأربعاء لتلقي البريد اللي به بطاقات الاقتراع. نعم. معالي السفير، هل العملية الانتخابية واضحة للناخبين وطرق الانتخاب واضحة بالنسبة لهم في عملية التصويت أم لا؟ كيف ترى الأمر حتى الآن؟ أعتقد يعني من تجربتنا هنا في هولندا أنها عملية واضحة وتتم بسهولة كما ذكرت، وكنا لدينا من قبل بدء العملية الانتخابية مرحلة من التواصل مع الجالية المصرية في هولندا من خلال الجمعيات الخاصة بهم ومن رؤسائهم ومن التواصل مع الكنيسة المصرية لإتاحة الفرصة للتعرف على هذه العملية الجديدة الفريدة من نوعها بسبب للأسف الظروف الصحية جائحة الكورونا. إنما الجزء المختلف اللي فيها هي التسجيل، بدل ما هيكون التصويت من الحضور سيتم الإرسال بالبريد. وهل بتعتقد أن ده أيسر على قطاع عريض من الموجودين بالخارج؟ يعني إلى حد ما طبعا في السهولة لبعض الناس اللي كانوا بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة في هولندا ويتحملوا مشقة السفر وتكاليفه، أعتقد دي فيها يسر وسهولة ليهم إنه ممكن يبعد بالبريد بدل ما يجي. البعض الآخر كان بيحب يكون موجود في السفارة أو غيره، إنما ما أعتقدش إن في صعوبة، بل بالعكس يعني قد تكون فيها نوع من أنواع التيسير نتيجة للمسافات الكبيرة. الجالية موزعة، ما هيش بس في أمستردام أو في لاهاي، موجودة في أيندهوفن، في روتردام، ومنهم في أماكن بعيدة على الحدود مع ألمانيا وبلجيكا. معالي السفير، هي أبرز الاستفسارات اللي كانت بترد من المصريين من الجالية المصرية لديكم عن العملية الانتخابية وانتخابات مجلس الشيوخ بشكل عام؟ هي كانت تتعلق طبعا بالمواعيد، لان كان جزء كبير مش متابع المواعيد بالذات، لان المواعيد مختلفه عن مواعيد في القاهره. الحاجه الثانيه اللي اقدر اتكلم عليها هي مع عمليه التعرف على اسلوب التصويت والتسجيل والرقم الخاص بالناخب، ثم كلمه السر اللي هياخدها ويخش بيها لاستخراج بطاقه الاقتراع اللي فيها المرشحين التابعين للدائره الانتخابيه التي ينتمي اليها المواطن المصري في الخارج. نعم. معالي السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر في هولندا، أشكر حضرتك على هذه المداخلة والتوضيح، شكرا لك يا فندم. بنتقل بالحوار للمستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. يعني وإحنا بنطرح الانتخابات أو الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس الشيوخ، بنطرح أيضا دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في عملية الرقابة، كيف ترى هذا الدور وأهميته في هذه المرحلة، خاصة أن الحكومة تعنى به بشكل كبير وتنوه عنه؟ الحقيقة دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات دور هام جدا جدا على مدى الانتخابات الماضية، سواء استحقاقات دستورية أو رئاسية أو مجلس نواب وبكرة مجلس الشيوخ. الحقيقة لأن الحقيقة دور منظمات المجتمع المدني تعطي مصداقية للانتخابات، وأيضا تطمئن الدولة معاها في إظهار النتائج وصورة مشرفة لمصر للخارج، نحن لا نخشى شيء، نحن الأمور كلها مكشوفة، الأمور كلها مرئية أمام منظمات المجتمع المدني، سواء منظمات محلية أو منظمات إقليمية أو منظمات دولية.
فده تقريب متبع في جميع انحاء العالم ومنها مصر طبعا بطبيعة الحال. فاحنا لدينا حوالي 171 مراقب على مستوى الجمهورية، وايضا راقبنا الانتخابات امس واليوم في الخارج. الحقيقة كان في بعض الشكاوى من ان مدة صغيرة، مدة تسجيل الناس في الخارج، وخاصة الاستفارات تكون مقبولة يوم الحد، لكن تمت معالجتها الحقيقة. لكن نتمنى ان يتم يعني تلافي هذه الامور من قبل الهيئة العامة الهيئة الوطنية للانتخابات في الانتخابات القادمة بإذن الله، لأن كان هناك شكاوى كثيرة الحقيقة من الخارج. بأي قدر بترى أن عملية الانتخابات في الخارج بتسير بسيولة ويسر حتى الآن، على الرغم مما ذكرته سيادتكم من بعض الصعوبات البسيطة؟ هو طبعا لدي الانتخابات يسرت الأمور على أساس أن يكون هناك نوع تسجيل، والانتخابات بتكون الحقيقة عن طريق الكمبيوتر ثم إرسال مظروف للرأي وصورة من جواز السفر وتقرير مقاومي. لكن الحقيقة يعني على قدر هذه السهولة وهذه التيسيرات، إلا هناك بعض المشكلات في المدة، عشان أنا نعمل البيانات كلها وطلعها على الكمبيوتر وسجلها وضعتها للسفارة، الحقيقة دي فيها صعوبة بعض الشيء. الأمر الثاني كمان إن المدة اللي تم تسجيل فيها المواطنين في الخارج من 25/7 إلى 31/7 ده كانت مدة قصيرة نسبيا الحقيقة. كمان إن في ألمانيا كان في شكوى إن هناك من يحمل الجنسية المصرية والجنسية الألمانية، هناك خشية من دخول السفارة المصرية في برلين على أساس إن احنا ممكن الشرطة والبوليس الألماني تبتدي في مشكلة. لكن على الأقل على أي الأحوال إن تمت انتخابات بسهولة ويسر بسبب التسهيلات، وأنا أشكر السفراء مصر في الخارج والقناصل في الخارج، ويستغلوا كل الأمور في سبيل الإبلاغ لأصوات المصريين في الخارج ويتم إثباتهم بعيدا نسبيا يعني. نعم. سيادة المستشار، البعض بيتساءل هل الدور الخاص بمنظمات المجتمع المدني بيقف عند دور الرقابة المعترف به والضروري في هذا الأمر إلى دور التوعوي أم لا؟ لا، إحنا سبقنا الانتخابات الحقيقة بدور توعوي الحقيقة، وعملنا يعني عدة اجتماعات ومحاضرات للناس سواء عن طريق البث المباشر أو عن طريق المحاضرات الحقيقة، باعتبار إن مجلس الشيوخ هو طبعا وإن كان مستبدل بمسمى مجلس الشورى، لكن الحقيقه يعني نظام القانون 141 سنه 2020 نص على نظام مجلس الشورى، كان في بعض الامور خصوصا مجلس الشورى ايه الناس تنتخب قد ايه في القايمه قد ايه والبارتي قد ايه حتى لا تخرج الاصوات باطله. وانا الحقيقه بشكر الاتحاد المصري حقوق الانسان النهارده بقياده الدكتوره شهاده خضر والمستشار نبيل العزيز يعقموا لجان الشرقيه وبعض المحافظات في كفر الشيخ ووادي الجديد. فاحنا دورنا الحقيقه دور كبير جدا لا يقتصر على فقط مراقبه انتخابات او متابعه انتخابات، وانما في مرحله سابقه على الانتخابات اللي هي توعيه الناس وكيفيه كتابة اصواتهم وكيفيه عدم الاحتكاك بالناس والحياديه الكامله من الناس، وايضا يجب التدخل من اي جهه، وايضا التنافس يكون تنافس شريف جدا جدا، وايضا يعني الوصول الى حتى يعني الاقتراع ونتائج ومتابعه نتائج الاقتراع و فرج الأصوات إلى أن تمر العملية الانتخابية بالسنة بإذن الله. نعم، أنا بشكر سيادتك سيادة المستشار دقيق جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، شكرا لك على المداخلة والتوضيح. مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى أهم ما طرح من آراء من قبلكم على صفحتنا همزة وصل إي جي من خلال صفحتنا على الفيسبوك. محمد الطواب، قنوي، عاشور: نرى دور منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية بشفافية ومصداقية ونزاهة ودعم ما هو أصلح بانتماء وحدة وطنية وتسامح اجتماعي. أعضاء شباب يستوعبون الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وعملية نشر السلام وحسن الجوار خدمة للتنمية المستدامة 2030. بالتوفيق. أكرم حمودة: دور مهم والحمد لله، العملية الانتخابية هادئة جدا جدا والأحزاب قسمت نفسها، وأتحدث عن القوائم فالظاهر أن هناك دوائر محسومة لقوة القوائم، أما المنافسة على الفرد بين الأحزاب والمستقلين هي التي فيها بعض المناوشات. نتمنى أن تتم على خير وأن يشارك جميع من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في هذا الاستحقاق الانتخابي. كل الأمل الطيبة لمصر قيادة وشعبا، والشكر لأسرة همزة وصل. شكرا لك أستاذ أكرم. محمود الضو: سواعد مشكورة،
من أجل الوطن وأجهزة الدولة وتعاون دور منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية بنجاح لتقدم الوطن. شكرا لكم جميعا. رأي آخر هدير أحمد؟ لابد من متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من قبل الشعب، ودور منظمات المجتمع المدني لها دور إيجابي في هذه العملية. هدير، متابعة الشعب تتمثل في توجه للاستحقاق الانتخابي وهو منوط بهذه المهمة كمهمة رئيسية. المراقبة هنا للهيئة العليا للانتخابات والجهات المنوطة من داخلية وأيضا القيادة العامة للقوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. أشكرك هاني ثابت نجيب. بدأت السفارات المصرية في الخارج في تلقي أوراق اقتراع المصريين في الخارج الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث شكلت 140 مقرا انتخابيا في 120 دولة. دينا الشرقاوي، منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في الانتخابات بشكل عام، فهي تعمل على توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الوطنية. دعونا نتوقف هذا القدر، نعود للحوار مرة أخرى. معنا عبر الهاتف، نعم، الأستاذ محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر والمتخصص في الشأن البرلماني. أهلا بك يا أستاذ محمود. مساء الخير يا أستاذة، ومساء الخير على السادة المشاهدين. الهيئة العليا للانتخابات يا أستاذ محمود قررت إجراء الإقتراع على يومين بدلا من يوم واحد في انتخابات مجلس الشيوخ. من وجهة نظر سيادتك، كيف ينعكس ذلك على نسبة المشاركة وتلافي أي مشكلات تظهر خلال العملية الانتخابية؟ في البداية أنا يعني بحابب أوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات اللي بكل أمانة بتقوم بدورها المنوط فيها على كافة الأبعاد، تذليل العقبات الكاملة لخوض العملية الانتخابية. المرحلة لها تحديات كبيرة جدا متعلقة بمواجهة كورونا والتداعيات الخاصة بها سواء في داخل اللجان أو خارج اللجان، فهي ده كان تحدي كبير جدا من البداية بالنسبة للهيئة الوطنية، وهي للأمانة بتقوم يعني بدور كبير جدا في هذا التعرض، سواء من الاعمال الخاصه بتحقيق التباعد الاجتماعي المتعلق بالجولات الخاصه بالمرشحين او اللي هم هيخوضوا العمليه الانتخابيه بشكل عام، او بالنسبه لتعميق الدعايه الالكترونيه بالنسبه للمرشحين ايضا. بالجانب الثاني احنا بنتابع وسواء في موقع تحيا مصر او في وسائل الاعلام بشكل عام، احنا رصدين بشكل حقيقي هذه الجهود على ارض الواقع والاستعدادات اللي تمت في اللجان الانتخابيه على جميع محافظات مصر واللجان النوعيه المختلفه في اعمال التعقيم، في اعمال الاستعدادات الخاصه بالاجراءات الخاصه بالتباعد الاجتماعي. الفلسفه المتعلقه بالتحدي الخاص بالمواجهه المرتبطه بازمه كورونا، الهيئه الوطنيه تقوم بدورها بشكل كبير جدا في هذا الصدد. هذه رساله واضحه من الهيئه الوطنيه للانتخابات، ان التخوفات التي يحملها بعض من المصريين بخصوص المشاركه في العمليه الانتخابيه والتخوف من العدوى او ما شابه، هذه الهيئه الوطنيه بددتها من البدايه وعملت على تذليل هذه الاطارات، وبالتالي هذا التخوف لم يعد له اي محل، والمواطن منوط المواطن المفروض له حق الانتخابات ان يذهب للجنه الانتخابيه للادلاء بصوته على مدار يومي الثلاث والاربع. التخوفات الخاصه بكورونا تم تبديدها بشكل عام، وده انا حابب اوجه الشكر للهيئه الوطنيه للانتخابات على هذه الجهود. بالجانب بهذا بجانب ثالث ايضا، الجهود المبذوله من القوات المسلحه ووزاره الداخليه في عمليه التامين وعمليه تحقيق الاستقرار بالنسبه للجان الانتخابيه المختلفه، وهذه جهود تحدث بشكل كامل في العمليات الانتخابيه والاستحقاقات الدستوريه. يبقى الاستقرار والتنميه متحقق، مواجهه العدوى متحقق، وبالتالي هنا اصبح الدور هنا على المواطن المصري الذي يقف جنب الدولة المصرية في كل هذه الاستحقاقات في جميع المواقف. الآن الدولة المصرية تسعى لاستكمال مؤسساتها من خلال مجلس الشيوخ، تنادي على جموع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية.
والمشاركة هنا للتعبير، احنا هنا لا نوجه لاحد لاختيار احد او اختيار مرشحين بينهم، بقدر ما نقول للناس اللي احنا عندنا تاريخ برلماني كبير في الحياة النيابية المصرية. طيب في ضوء حديث حضرتك يا استاذ محمود، بترى وعي الشارع باهمية الاستحقاق الانتخابي هذه المرة عامل ازاي؟ كبير جدا يا فندم، الوعي بالنسبة للمصريين في هذا الاستحقاق تحديدا كبير. ليه يا فندم كبير؟ احنا كان عندنا مجلس الشورى تم الغائه في 2014 بعد وجهات نظر شافت ان هو دوره واختصاصاته مش كبيره. الواقع العملي جراء عملنا في العمليه التشريعيه او العمل البرلماني بشكل عام ومتابعه المجلس النيابي مجلس النواب منذ 2015، وهو بالامانه قام بدور كبير جدا ولا يزال يقوم بدوره وهو ينهو فصل التشريع الحالي. العملية التشريعية في حاجة إلى آراء متعددة، في حاجة إلى خبرات تضفي الرؤية والأفكار المختلفة على القانون. نعم، وده اللي كان بيخلينا يا أستاذ محمود نقول إن وجود مجلس الشيوخ في مرحلة مقبلة هيضمن لنا نزاهة تشريعية على مستوى عالي بشكل كبير. الواقع العملي، الواقع العملي أرض الواقع أثبت حاجتنا وحاجة المصريين وحاجة البيئة التشريعية في مصر لمجلس للغرفة الثانية. نعم. وهو مش راجع، يعني أنا برضو لازم نكون واضحين وأمناء في الكلمة، إن مجلس الشيوخ مش راجع باختصاصات ديكورية أو شكلية، لا، لكنه له اختصاصات محددة للمشاركة بشكل فعال في البيئة التشريعية، سواء في نظر ما يحال إليه من مجلس النواب في موضوعات، نظر ما يحال إليه من رئيس السيد رئيس الجمهورية في بعض الموضوعات. الإطار الآخر الخطة العامة للدولة، الخطة التي تسير عليها الدولة بشكل سنوي ويتم وضعها من قبل الحكومة المصرية، هذا الدور المنوط به مجلس الشيوخ. نعم. المشاركة في إعداد الخطة للدولة، هينظم الصحة، هينظم الاقتصاد، هينظم السياسة، هينظم الاجتماع، هيشارك في كل. احنا بنتكلم احنا قدام مرشحين ذوي كفاءة وذوي خبرة وخبرات. نعم. كبيرة وأصحاب علم وأصحاب نحن نتحدث عن الغرفة الثانية المهمة في عملية الشورى والإفادة بالخبرة، وبالتالي هذا الاستحقاق الانتخابي هام حاسم بالنسبة لحياة المصريين، سيليه استحقاقات انتخابية أخرى تليه وتكمله بشكل واضح. أنا بشكر حضرتك أستاذ محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر والمتخصص في الشأن البرلماني. أنتقل إلى جزء آخر من الحوار مع ضيف آخر، وهو الأستاذ نشأت حمدي محرر الشؤون البرلمانية والسياسية بروزا اليوسف. أهلا يا أستاذ نشأت. أهلا بحي فندي ومشاهدين الكرام. أهلا بك. في أكثر من تدريب أجري في المرحلة السابقة على الانتخابات، منها تدريب منظمة حقوق الإنسان أونلاين للأعضاء الجدد للمنظمة المصرية للتعريف بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات المراقبة والمتابعة لعملية الانتخابات. من وجهة نظر حضرتك، بأي قدر هذه العمليات من عمليات تدريب وتوعية ليها بالفعل دور حقيقي في ضمان نزاهة سير العملية الانتخابية وضمان معرفة المواطن بحقوقه؟ خلينا نتفق في البداية حضرتك أنه منظمات المجتمع المدني دايما بتلعب دور مهم وأساسي في أي عملية انتخابية، ودايما مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات هو عنوان لنزاهة الانتخابات والشفافية. لذلك الدولة المصرية دايما حريصة بشكل كبير جدا على وجود المنظمات الأهلية سواء كانت منظمات محلية أو دولية، وفقا للإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تم الموافقة لأكثر من 47 منظمة محلية و14 دولية وثلاث مجالس حقوقية و195 مؤسسة إعلامية لحصول على تصريح متابعة العملية الانتخابية. طبعا المنظمات المجتمع المدني بتلعب دور كبير، بس مش دورها انها تراقب في الانتخابات وانها ترصد السلبيات، ولكن من خلال الثقه والمعروف في عدد من المنظمات. طبعا هناك منظمات اخرى مشبوهه لها ادوار الجماعي يعلمها، ولكن المنظمات الحياديه بكل تاكيد لها تاثيرها المباشر في الناخب عندما يخرج منها رؤيه محدده او توجيه معين ان الانتخابات تدار بشكل احترافي ونزاهه بالغه. ده بيساعد المواطنين بشكل اكثر على المشاركه في الانتخابات. اعتقد انه العمليه التدريبيه اللي قامت بها عدد من المنظمات في الفتره اللي فاتت كانت خطوه مهمه، خطوه بتعكس ان المجتمع المدني مجتمع له حق اصيل مع الدوله المصريه في مراقبه الانتخابات، وكمان عليه عامل كبير في مشاركه المواطنين.
لأنه هو المحور الرئيسي في أي عملية انتخابية هو الناخب. وأعتقد أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بجهود كبيرة جدا جدا وأرسلت عدد من رسائل الطمأنينة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية. يعني الهيئة أكدت على أنه لا دخول إلا بالكمامة كل من هو مشترك في العملية الانتخابية سواء كان أمين لجنة سواء كان قاضي أو ناخب، لا دخول إلا بالكمامة، مع كمان فكرة الالتزام بالأبعاد والتباعد الاجتماعي. كمان الهيئة قدمت تسهيلات أن هيكون في أمين من اللجان الانتخابية موجود داخل اللجنة خارج اللجنة لمراقبة الناخبين. كل من هو لا يرتدي كمامة لن يستطيع دخول مقر اللجنة إلا بالكمامة. واللجنة كمان وفرت كمامات من عندها مجانا للمواطنين أو الناخبين الذين ليس لديهم كمامات لدخول الانتخابات. أعتقد أنه اتخاذ القرار من البداية بإجراء الانتخابات البرلمانية الانتخابات مجلس الشيوخ في الفترة الحالية هو قرار جريء يعكس قوة الدولة المصرية، يعكس قدرات كبيرة إن مصر دولة كبيرة قادرة على مواجهة أي تحديات. يعني في الوقت أنه دول كتير من دول العالم حتى الآن بتعاني من تداعيات كورونا، إحنا عندنا في مصر بنجري انتخابات شيوخ، وده دليل على قوة الدولة المصرية واستقرار النظام السياسي فيها. وأعتقد أنه وجود غرفة ثانية للحياة النيابية في مصر ده كان قرار مهم وموفق. يعني كل الدول العظمى سواء كانت أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا موجود لديها نظام الغرفتين. في خبرات كبيرة وإمكانيات كبيرة لدى عدد كبير من المصريين غير مستغل، فبالتالي هيكون عند حضرتك داخل المجلس الشيوخ 300 قامة وطنية محترمة لديها رؤية، لديها توجهات مختلف القضايا الاجتماعية المختلفة. هيكون عندك رجال دين موجودين، هيكون عندك رجال اجتماع، رجال أعمال وغيرها من الكوادر اللي هتقدر تساهم بشكل كبير جدا مع الغرفة الأولى مجلس النواب في إسراء الحياة السياسية وإعداد عدد من القوانين. إذا كان مجلس الشيوخ ملوش حق إقرار القوانين ولكن له حق إقرار أخذ الرأي في القرارات وتقديم عدد من المشورة في عدد من القوانين، فده كله هينعكس بشكل كبير وبشكل أفضل على الحياة السياسية في مصر، ومن ثم سيعود بالخير على المواطن المصري. وده اللي احنا بنتمناه وبنرغب فيه هو تكامل العملية السياسية، تنوع وجهات النظر فيها، وأن يكون فيها أكثر من توجه واضح، وده مش هيجي إلا بتكامل هذه الغرف في الحياة النيابية في مصر بشكل واضح. أنا بشكر حضرتك أستاذ نشأت على هذه المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا في همزة وصل اليوم، شكرا لك. مشاهدينا بنتوقف عند هذا القدر من الحوار حول دور منظمات المجتمع المدني في خط سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ولكن متابعتنا المختلفة لسير الانتخابات مستمرة معكم على مدار اليوم وفي الأيام القادمة بالتأكيد. إلى أن نراكم، همزة وصل جديدة لكم منا كل التحية، شكرا لكم.